دايما في كلام على تشيلسي بكون من المصريين لفرانك لامبرد، ودايما بكون من المدافعين الاولين عنه، بس لما الراجل بيغلط النهارده وبيعمل مشاكل كتيره قوي، لا محتاج ان انا اتكلم عنه بكل اريحيه وبكل منطق وبكل هدوء. ممكن نختلف مع بعض، نختلف بس نختلف باحترام. تشيلسي بيتعادل مع وست بروميتش ألبيون 3-3 في الوقت الضايع وبشكل انفس بعد اوف تايم انترام. 3-3 بتيجي بعد شوط اول كارثي وشوط اول فيه مشاكل دفاعيه كتيره جدا محتاج تقعد تسال نفسك فيها كمشجع تشيلسي وكفرانك لامبرد وافكاره، هل كيبا هو المسؤول على كل الكوارث الدفاعيه؟ طبعا لا. مشكلتي مع لامبرد ان هو شايف ان كيبا هو المسؤول على كل الكوارث اللي بتحصل جوه الفرقه الدفاعيه، ودايما اي حاجه بتحصل بيحطه على الدكه. عنده مشاكل كتير قوي مع ان وجود كيبا حارس مرمى ب 80 مليون حارس غالي بيبقى عايز يعضك احيانا، واحيانا بيشوف ان هو المشكله فيه كلها والراجل اول ما احطه على الدكه ونزل كابيرو الحارس الاقل منه بمراحل هو اللي هيكون قائد لخط الدفاع المتهلل. طب تمام، لما جيت تياجو سيلفا، لما قلنا يا جماعه تياجو سيلفا سنه كبير وتياجو سيلفا مش هيفيدك وقت طويل، بس انت جايبه كتحطه قائد جوه الملعب، النهارده حطيته قائد جوه الملعب، ايه اللي اتغير؟ برده مفيش اي حاجه اتغيرت، منظومتك الدفاعيه متهالكه، الرباعي الدفاع بيغلطوا وبيشيلوا الفرقه 3 اهداف، علشان خاطر تقعد تسال نفسك هو انا كنت ظالم كيبا ولا الازمه كانت في الخط الدفاعي في الرباعي الموجود، سواء اي حد بيلعب كريستيانسن وزوما، كريستيانسن وتياجو سيلفا، تياجو سيلفا وزوما، زوما وكريستيانسن، زوما وروديجر، كلهم عندهم مشاكل. اخترت ان انت تروح تدعم بلاعب خلاص خلص كوره وقرر ان هو عايز يلعب سنتين مجد بقى وتمام يتحمل ان هو الرايق اللاعب ده سن كبير زي تياجو سيلفا، فالراجل مش هيقود لك منظومه دفاعيه قويه، وكمان حارس المرمى كبيره مش هيقود لك منظومه دفاعيه قويه، فلما تلاقي ان انت اول 3 دقايق بتلبس هدف عن طريق كالم روبرتسون المهاجم بتاع وست بروميتش، اللي الراجل بيستغل سذاجه ماركوس الونسو الدفاعيه اللي برده الحته اللي محتاجين نتكلم فيها 7000 مره، ماركوس الونسو ما بيعرفش يدافع وبرده بيغلط وبرده بيلبس الفرقه اخطاء، وبتلاقي ان انت لبست الهدف الاول كالعاده وست بروميتش ألبيون الفرقه كلها قدام الجون، انت بتلعب تياجو سيلفا الكوره تطول منه تتخطف الهدف الثاني، بعد كده نسكت على كده، لا احنا المساك طلع يزيد في ضربه ركنيه، تشيلسي يلبس الهدف الثالث برده جيمس كان مغطي غلط، وتقعد بقى طول المباراه تقعد تجري ورا التعادل او تجري ورا انك ترجع في النتيجه. طب ليه كل الفيلم الهندي ده؟ علشان خاطر انت برضه لسه بتدور على طريقه لعب اساسيه، ولا بتدور على ان انت كاي هافرتس يرجع على نص الملعب، ولا كاي هافرتس هيستنى قدام علشان خاطر يكون محطه هجوميه؟ طب نص المونت هنلعبه في نص الملعب ولا هنلعبه طرف ناحيه اليمين؟ طب كوفاتيتش وكانتي، طب كانتي هيزيد ولا كوفاتيتش اللي هيدافع؟ في مشاكل كتيره قوي وفي قله شخصيه للفريق جوه الملعب وحاجات كده، تحس الفرقه عندها مشكله في شغل المدرب. فرانك لامبرد لحد دلوقتي ملوش شكل وملوش ملامح كمدرب للامانه، يعني الراجل لا بتاع استحواذ ولا بتاع هجمات مرتده، ولا الراجل وهو معاه الكوره بيفرق كتير وبيعتمد على العناصر المهاريه اللي لعيبها اكتر. مشكله بقى لما انت جبت له الصفقات دخلت في بعض، يعني مثلا الراجل بيحب جدا موسى مونتو بيحب جدا تامر ابراهيم، وجات له تماما على حته ان انت ما ينفعش انك تلعب كاي هافرتز وتحط موسى مونتو. موسى مونتو النهارده كان واحد من احسن اللعيبه في تشيلسي وممكن يكون نجم اللقاء الاول، بس موسى مونتو وكاي هافرتز مع بعض جوه الملعب تقيل قوي، ما ينفعش انك تلعب الاثنين واحد بس، وخصوصا كمان لما يرجع حكيم زياش من الاصابه هتلاقي ان انت ممكن تلعب الثلاثه مع بعض في نص الملعب. مشكلتي مع لامبرد هي دي، ان هو بيحب لعيبه على حساب ان هو بيعمل حاجات ثانيه، يعني مثلا ما ينفعش تحط تامي ابراهام كمهاجم صريح وتحط تيمو فيرنر في شكل ان هو يلعب طرف وتديله واجبات الطرف، دي شايف ان هي ظلمه تماما، يا تيمو يا تامي، انما الاثنين مع بعض جوه الملعب لا، علشان خاطر مشيت المباراه اللي فاتت والفرقه كسبت 6 وانت بتلعب بيها النهارده ما اعتقدش ان هي كانت تمام، وكانت التيمه دي كانت ما بين كاي هافرتز وكمان كان تامي ابراهام. تامي ابراهام انقذك، تامي ابراهام بيقدر ان هو يحرز الهدف الثالث بعد الهدف الاول العالمي من موسى مونتو والهدف الثاني اللي كان كويس من كالم هوتسون اودوي، وده برده ليه ما بداتش باودوي ناحيه اليمين وحطيت كمان، او ليه ما بداتش بوضوح ناحيه اليمين وحطيت كاي او مصمم؟ دي الحته اللي احنا بنتكلم فيها، يا ده انما الاثنين مع بعض مش دايما هتنجح. تعادلت النهارده مع وست بروميتش ألبيون، بس انا بتمنى انك ترجع تفكر ان المشكله كلها في الشق الدفاعي وفي الاربعه، المشكله مش في حارس مرمى، مندي مش هيحل المشاكل الدفاعيه اللي موجوده جوه خط الدفاع تشيلسي، لازم فرانك لامبرد يحاول ان هو يفهم ان هو بقى مطلوب منه ان هو يبقى شغله جوه الملعب باين، مش هنقعد نستنى زي السنه اللي فاتت كتير علشان خاطر مع صفقات تشيلسي الكبيره جدا في الميركاتو، لامبرد لو ما عملش حاجه في اول 5-6 جولات الكلام هيبدا يكتر تماما، واحنا مش محتاجين ده، احنا محتاجين ان الراجل يكسب والراجل يعني يبدا يلاقي التوليفه الصح، اتمنى ان هو يلحق يلاقيها بدري قبل الكلام ما يكتر. مباراه وست بروميتش ألبيون يستحق ان هو يطلع بيها من نقطه على الاقل. فرانك لامبرد يستاهل كل ده علشان خاطر محتاج يقعد وهزه مع نفسه وهزه معنويه للفريق، محتاج ان هو يرجع يراجع حساباته، واتمنى ان هو يرجع بسرعه.